السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. إن شاء الله راح أتكلم في هذا المقطع عن لعبة اسمها فاتال فريم، لعبة غنية عن التعريف، من أشهر الألعاب في هذا الجيل، جيل البلاي ستيشن 2، وكانت هي مع سلسلة ساينت هيل وسلسلة ريزيدنت إيفل يشكلوا ثلاث الرعب في هذيك الفترة. كانت هالثلاث ألعاب هي أفضل ألعاب الرعب، وكانت كل واحدة منهم تتميز بجوها الخاص ومميزاتها الخاصة. فاتال فريم اللي يميزها عن ساينت هيل وريزيدنت إيفل إن الشركة المطورة للعبة اللي اسمها أتوقع تكمو كتبت على غلاف اللعبة أول ما صدرت based on a true story، يعني القصة مبنية أو لعبة مبنية على قصة حقيقية، مع إن هذا الشيء غير مؤكد. أنا سمعت إن القصة هذه هي قصة مختلقة أو قصة خرافية أو أسطورة كانت موجودة في اليابان، مثل الأساطير الموجودة عندنا مثلا في ثقافتنا أو أي ثقافة أخرى. فالموضوع مو أكيد، يعني 50-50، ممكن تكون قصة حقيقية فعلا يعني حصلت في القرن السادس عشر، وممكن لا. هذه يعني أولى المميزات. الميزة الثانية اللي يميزها اللعبة إنها على عكس سايلنت هيل وريزيدنت إيفل، هذه اللعبة ما تستخدم أسلحة نارية لأن أعدائك أشباح، فتستخدم معاهم سلاح غريب شوي اللي هو كاميرا أسطورية فيها قدرة خاصة وقوة خاصة تقدر إنها تقضي على الأشباح. طبعا الميزة الثالثة ان هاللعبة يعني اجواءها جدا مرعبة، جدا مرعبة، لانك انت وانت تلعب يعني تمر على اماكن كانت تقام فيها طقوس شنيعة جدا، مثل طقس السترانجلينج ريتشوال وطقس البلايندينج ريتشوال. ف يعني هذا الرعب، هذه اللعبة من وجهة نظري أكثر لعبة تخليك تخاف فعلا. حتى أنا كنت يعني أول ما نزلت اللعبة كنت أخاف ألعبها صراحة، على عكس يعني لعبة ريزيدنت إيفل وسايلنت هيل كنت أستمتع باللعبة، بس هذه اللعبة فعلا كنت أخاف منها، وما يعني لعبتها ونهيتها بشكل كامل إلا في عام 2014. هذه يعني مميزات اللعبة. انجي إلى قصة اللعبة باختصار. اللعبة أحداثها في القرن السادس عشر في اليابان. كانت في عائلة اسمها عائلة هيمورو، وهذه العائلة تخصصت في السحر والشعوذة، كان هذا شغلهم، هذا الشيء اللي مهتمين فيه، وكانوا يعتزوا بأنفسهم ويعني يعتبروا نفسهم شيء كبير جداً، لأنهم كانوا يقوموا بطقوس، كانوا يعتقدوا أن هذه الطقوس هي اللي تدفع الشر والكوارث الطبيعية عن اليابان لفترة طويلة من الزمن، لعشر سنين أو أكثر. كان من هذه الطقوس طقس اسمه، هي ثلاثة طقوس مهمة مرتبطة مع بعض، طقس اسمه ديمونتاج ريتشوال وهو مثل القرعة، وطقس ثاني اسمه البلايندينج ريتشوال، والطقس الثالث اسمه السترانجلينج ريتشوال، هذا أهم واحد. وكان الطقسين الأخيرين يتم أدائها في غرف خاصة في المانشن أو قصر العائلة الموجود. حتى إن هذه الأماكن يعني ما كانت موجودة في على مخطط القصر أو خريطة القصر، كانت أماكن سرية ما يعلم عنها إلا يعني الناس المهمين في العائلة، فكانوا هم مستمرين على هذا الشيء. وكان طقس السترانجلينج ريتشوال طريقة أداء إن يجيبوا بنت، هذه البنت تكون طاهرة بشكل كامل، دمها طاهر، ما عملت أي ذنب، ما تعرضت ل... ما 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 صار عندها مثلا في حياتها كلها حقد أو ضغينة على أحد، يعني بنت خلينا نقول مغيبة عن العالم، ما عندها مشاعر بالكامل. فيجيبوا هذه البنت في لما توصل إلى سن معين،
ويربط على أطرافها الأربع، اليدين والرجلين حبل، ورقبتها بعد، ويجيبوا ويربطوها في عجلات ويبدأوا يسحبوا لحد ما تتقطع البنت وتموت. الحبال هذه اللي تلطخت بدم البنت ياخذوها وعلقوها على بوابة عندهم ضخمة يسموها بوابة الجحيم هيل جيت. يعتقدوا ان اذا حطوا هذا الحبال والبوابة قبلت هذه التضحية وتسكرت، هذا الشيء راح يغلق البوابة ما بين عالم الشر والعالم العالم الواقع اللي نعيش فيه، وراح يمنع حدوث الكوارث مثل الزلازل والبراكين لمدة 10 سنوات، وبعد ما تنتهي المدة يعيدوا يسووا نفس هذا الشيء. هذا السترانجلينج ريتشوال. أما بالنسبة إلى البلايندينج ريتشوال، هذا الطقس يحاولوا، طبعا هم في البداية أول شيء يسووا الديمون تاج ريتشوال. الديمون تاج ريتشوال يجيبوا بنتين صغار في عمر 7 سنوات بناتهم ويعملوا مثل القرعة. البنت اللي تقع عليها القرعة هذه خلاص سووا لها البلايندينج ريتشوال، وهو انهم يعموا عيونها عن طريق ماسك او قناع. ما ادري وش غرضه، بس مهم لازم هذه الاشياء الثلاثة تتم عشان ينجح الطقس ويتم حجب الكوارث عن اليابان. البنت الثانية اللي ما تقع عليها القرعة هي اللي تصير يعني من المقرر انها تسوي السترانجلينج ريتشوال. في سنة من السنين كانت عندهم بنت اسمها كيري 7 سنوات عمرها، ومعاها بنت ثانية، وكانوا مخططين ان هالبنتين هم اللي يعني راح يقوموا بالتضحية. اخذوا البنتين، البنت الثانية غير كيري وقع عليها القرعة، فصار مصيرها انها تفقد بصرها لانهم راح يطبقوا عليها البلايندينج، والثانية كيري هي اللي راح يتم عليها تطبيق السترانجلينج. طبعا كيري اخذوها في مكان وعزلوها عشان لا زي ما ذكرنا لا تتعرض الى اي مؤثر يخليها مثلا يخلي دمها غير طاهر، مثل انها مثلا تحب شخص، لان حتى حب الحب يعتبر دم يلوث الدم، ما يصير عندها ضغينة، ما يصير عندها اي شيء ممكن انه يفشل هذا الطقس. المهم اخذوها وحبسوها فترة طويلة لين ما وصل يمكن عمرها 17 سنة، ولكن قبل يعني موعد تطبيق الريتشوال بأيام، العائلة هذه زارها واحد شاب وسيم. كيري شافت هذا الشخص والظاهر تكلمت معه وحبته، يعني صار عندها مشاعر حب. الماستر حق العائلة كبير العائلة لما عرف بهذا الشيء طبعا حبس كيري وقتل هذا الشخص، وكيري حست هذا الشيء او انها حلمت ان الشخص انقتل، فصار عندها ضغينة وحقد بسبب وحقد على هذه الطقوس، لان كبير العائلة قتل هذا الشخص اللي تحبه. فالان كيري صار دمها غير قابل او غير مقبول للتضحية، وكبير العائلة ما كان يدري. فلما طبقوا الطقوس فشلت والبوابة رفضت الدم، فهذا الشيء سبب لعنة وخلى كبير العائلة انه يقتل نفس يقتل جميع الموجودين في القصر ويقتل نفسه في الاخير. بعد ما صارت هذه الحادثة وهذه المجزرة، طبعا الناس قاموا يتداولوا يعني هذا الخبر، كيف هذه العائلة اختفت فجأة. وعلى فكرة هذه العائلة عائلة هيمورو كان لها نفوذ ولها جبروت في اليابان، لدرجة يقال ان مكان نفوذهم او المكان اللي في قصورهم ومعابدهم كانت حتى الحكومة اليابانية ما تتجرأ انها تقرب منه. هذا يعني يعطيك فكرة عن مدى قوة هذه العائلة. بعدها بعدة سنوات في شخص يعني فكر انه يشتري هذا البيت، ما كان يعني يؤمن انه في لعنة او في شيء، وكان معه زوجة وبنت.
اشترى هذا البيت، كان يشوف أشياء غريبة مثل اللي انت تشوفها في اللعبة لما تلعب الأشباح، اللي هي عبارة عن يعني أرواح العائلة أو الأشخاص المقتولين. كان أحيانا نشوفهم يعني يدخلوا في الجدار، يطلعوا من الجدار. وحتى في يعني أنا قرأت قصة في الإنترنت، ما أدري إذا صحيحة أو لا، مقال أو صفحة على الإنترنت كان فيها صورة يشبه هذه الصورة، اللي هو قصر أو مانشن عائلة هيمورو. وكان يعني يقول إنه هو هذا موجود فعلا، وناس تزوره في اليابان، وفي بعض السياح يقولوا لما زاروه شافوا مثل اللي احنا نشوفه في اللعبة، شافوا يعني مثل شخص شكل شبح أو شكل شبح شفاف يدخل في الجدار أو يطلع. بس كان يعني مو عارفين هل هم يتوهموا مثل بسبب تأثرهم باللعبة أو أنه كان حقيقة. بس يعني في كلام عن هذا الشيء، في يعني ناس كثيرة ذكرت إحنا زرنا ذا المكان في وقتنا الحالي يعني وشفنا هذا الشيء. المهم هذا الشخص مع زوجته وعائلته بعد فترة اختفوا، وقاموا أيضا الناس تتكلم أنهم يعني أنه أكيد اللعنة صابتهم وسببت اختفائهم. كان في واحد صحفي مهتم جدا بهذا الموضوع، عنده فضول يعرف وش سر هذا المكان، وكانت صحفي، والصحفيين عادة عندهم هذا الفضول أنه يبغى ينشر هذا الشيء في الجريدة أو يعني كان سابق صحفي. المهم هذا الشخص كان عنده صديق اسمه مافايو، اللي هو أخو البطلة ميكو في الجزء الأول. وكان مافايو طبعا ما راح إياه في البداية، بس كان يعني متواصل معه ويعرف يعرف عن دراساته وتحقيقاته في الموضوع. فلما راح هذا الشخص أيضا اختفى، راحوا مع فريق من البحث، اختفى بالكامل. هذا دفع مافايو أخو ميكو إنه يروح ويشوف الوضع. فلما تأخر مافايو، ميكو قررت إنها تروح بنفسها، ومن هنا تبدأ أحداث اللعبة. يعني هذا أعطيتكم الأحداث ما قبل بداية اللعبة. وطبعا اللعبة تعرفوا وش اللي لعبوها، يعني يعرف وش أحداثها. طبعا ميكو بتدخل هذا القصر وبتشوف نفس بتعرف عن العائلة، بتقابل مع الأشباح لحد ما توصل إلى نهاية اللعبة. هذه كانت يعني نبدأ ومقدمة بسيطة عن فاتل فريم. هي طبعا في تفاصيل أكثر، بس أنا حاولت أذكر يعني بشكل مختصر، لأنها اللعبة صراحة تستاهل لو الواحد يتكلم عنها لو بشكل بسيط. لعبة يعني من أفضل الألعاب في مجال الرعب. فبس هذا اللي كنت حاب أقوله.